صباح الخير. إذن متواجدين في قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بمدنين، وين باش يتسلم المستشفى بعد شوية إلى لتصفية الدم خاصة بمرضى القصور الكلوي الحاملين لفيروس كورونا. الآلة هذه مقدمة كهيبة من دولة تركيا طبعا عن طريق جمعية مرضى الكلى بمدنين. أكثر تفاصيل حول هذه الهبة ويعني خصوصياتها باش ناخذوها مع ممثلة عن جمعية مرضى الكلى أسماء ثابت. صباح الخير أسماء، مرحبا بك. إذا تعطينا فكرة على الآلة هذه، كيفاش يعني كانت هبة من دولة تركيا، كيفاش تم الاتصال يعني بالسفارة التركية، وشنو هي الإضافة اللي باش تقدمها الآلة لفائدة مرضى القصور الكلوي؟ مرحبا بكم، اليوم جيتوا معنا في إطار تسليم الآلة هذه. الآلة هذه خاصة بمرضى القصور الكلوي اللي عندهم مصابين بكورونا فيروس. والمشكلة هنا أن أغلب المرضى إذا أي مريض بالقصور الكلوي كان صفى في نفس الشومبر مثلا بنفس الماشين بتاع مريض آخر، يصير بروبليم للمريض ويتنقل المرض هذا بيناتهم بسهولة تامة. لذا كان في الاتفاقية أن مشينا من مارس، كانت العملية هذه من شهر مارس في 2020، قابلنا سفير التركي وحكينا معه على الوضعية العامة للبلاد وكيفاش طريقة انتشار المرض. كان استجاب للطلب نتاعنا انه يكون فما آلة طبية عطيناه لنورم كاملين، انه شنية الآلة شنية تكون، لازم تكون تابعة الرياء وتكون متنقلة. قيمة الآلة هذه 62,000 دينار، وافق عليها اكيد، وكان حتى في المستقبل ان شاء الله باش يكون فما دعم اخر للمرضى الفئه هذه. اليوم جبناها اليوم باش كنا اليوم في اطار تسليم الهبه للسبيطار، خاطر باش كنا هنا تبع قسم كوفيد. الاله هذه باش تتم الفصل بين المرضى، مرضى القصور الكلوي المرضى بالكوفيد والغيرهم اللي عاديين. يعني الاله هذه في النهار تصفي ما يقارب من 8 الى 10 مرضى في اطار يوميا، هذيتي باش يكون فيها طاقم طبي خاص بها والكامل الاطار خاص بقسم الكوفيد. هذاك علاش حبيت تكون خاصه بهم. والآلة هذه هي اللي تتنقل تعود تجيبوا المريض معناتها حتى من الرياض من قسم الكوفيد، تولي الماكينه هي اللي يهزوها الغادي. اي هذه من الايجابيات نتاع الماكينه هذه ان هي متنقله بورتابل، تتهز اذا كان المريض يستحق في اللحظه هذيك رياء يكون ينقلوا بها طول، يعني في اطار الطاقم الطبي نتاعها هو اللي نقله. يعني ما يمشيش المريض وحده ماشي جاي في وحده وهذاك تصير بروبليم تاع كيما قلت لك عندها مشكله نتاع انتشار المرض بين المرضى، خاصه انه مريض سهل جدا انه تتنقل العدوى. هذه حاليا باش تحط في قسم الكلى في غرفه تعزل خاصه الى ان تنتقل قسم الكوفيد نهائيا. واضح. مشكوره اسماء حول هذه الاولى في الجنوب حاليا، هذاك علاش حنا الجنوب الشرقي، اي الجنوب الشرقي فرحانين بها الحقيقه باش تحل مشكله مدنين وجربه وجرديس، حتى باقي المعتمديات ينجموا يبعثوا المرضى نتاعتهم للمدن. اذا مشكوره اسماء حول هذه التفاصيل حول الهبه المقدمه من دوله تركيا المتمثله في اله لتصفيه الدم، يعني وهي آلة خاصة بمرضى كوفيد وينجموا ينقلوها يعود يبقى المريض هو اللي يتحمل مشقة التنقل من قسم كوفيد لقسم تصفية الدم مع إمكانية نقل العدوى، يولي المريض يبقى في بلاصته سيرتو في قسم الإنعاش ويتم يعني إسعافه والغادي وتصفية الدم في قسم الكوفيد. حاولوا ناخذ أكثر حتى تفاصيل مع دكتورة أكثر تفاصيل حول الإيجابيات نتاع الآلة هذه. صباح الخير صباح الخير صباح الخير، تعطينا الاسم والصفة والعمل هنا في قسم تصفية الدم. الآلة هذه شنو البريس اللي باش تقدموه لكم؟ الآلة هذه هي من دكتورة منوبية بالحاج. مرحبا بالناس الكل ساعة. الآلة هذه هي من مميزاتها أنها موبيل، سامحني في الكلمة، معناتها تتحرك ماهيش فيكس، ما نجم نحولوها وين نحبوا. الآلة هذه باش نستقبلوها إن شاء الله في قسم التصفية بتاعنا بحكم ما نحبوش نهزوا ضيوفنا، ومرحبا بهم هما ونشكرهم ساعة على الدون هذا على الهبة هذه. باش نستقبلوا ضيوفنا إن شاء الله هنا في قسم تصفية الدم، وثم ان شاء الله باش يتم نقلها للقسم الكوفيد. كيفاش كنتوا تخدموا قبل في ظل يعني غياب يعني آلة متنقله، كيفاش كنتوا تفصلوا بين المرضى؟ كان المرضى كان نحينا نقصنا شويه من السيرفيس، عندنا صاله نتاع ليزيباتيت نحيناها
وحطينا فيها مرضى الكوفيد. اما بالنسبه للسيركوي بالنسبه للتراجي هو نفسه اللي يسلكوه المرضى العاديين والمرضى الكوفيد، رغم اللي الاحتياطات اللي ناخذوها ورغم ديزانفيكسيون، لكن هي تبقى ديما هي نفس السيركوي يمشوا فيها الناس الكل. دونك الماكينه هذه ان شاء الله باش تحد شويه من تنقل المرضى من مكان لمكان، الماكينه هي اللي تمشي لهم مش هما اللي يتنقلوا للسيرفيس ديالي. مشكوره اذا دكتوره حول هذه الايضاحات. شكرا لكل من ساهم في 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 اعانه للمستشفى والمرضى التصفيه بالذات. يعطيك صحة دكتورة. إذا كانت هذه فكرة حول الهبة التركية لقسم التصفية بالمستشفى الجامعي بمدنين، آلة نتاع تصفية متنقلة اللي باش يعني تمكنهم من تجنب يعني نقل المرضى من قسم الكوفيد إلى قسم التصفية والحد من إمكانية نقل العدوى بين المرضى. وللإشارة زاد اليوم في العشية باش يتم أيضا يعني افتتاح قسم تصفية الكلى بمعتمدية ابن خداش من ولاية مدنين. طبعا هذه المجهودات كلها تتنزل يعني في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية بالجهة. وللإشارة زاد أنه الآلة هذه كانت باقتراح من جمعية أمل لمرضى الكلى، هما اللي توجهوا للسفارة التركية وطلبوا الإعانة هذه من شهر مارس اللي فات. طلبوا زوج حاجات، طلبوا سيارة إسعاف خاصة بمرضى كوفيد اللي يعانوا من القصور الكلوي والآلة هذه. طبعا السيارة زاد وصلت وتوجهت لوزارة الصحة والآلة تم توجيهها إلى المستشفى الجامعي بمدنين.